متى ترجع لنا يا أمس وتمسح دمعنا بالخمس عسى نفرح معك اليوم ونرمي الحزن خلف الشمس متى ترجع لنا يا أمس وتمسح دمعنا بالخمس عسى نفرح معك اليوم ونرمي الحزن خلف الشمس وخلف الشمس كم قصة تمثلها مع الغصة ندور فيها عن حصة من الفرحة وعن فرصة وخلف الشمس كم قصة تمثلها مع الغصة ندور فيها عن حصة من الفرحة وعن صوما مقبولا وإفطارا شهيا. كان يوم شاق، لا ما كانش يوم، كان بالنسبة لنا عمر بأكمله. شفنا فيه الموت 100 مرة وهذه أول ليلة نعيشها هنا. الناس كلها شاردة وحزينة، كل شي حولنا حزين، على حمدي وسامي وروبل وأم صبري الله يرحمها. Yeah.
التلفون هانا ما فيش تغطية. لي سنين وأنا بين عامل للسفر لكندا، ولما كنت إحنا قريبين كل شيء يضيع. يعني أي شيء، لا سفينة ولا طائرة ولا حتى قارب، يعني هنحتجز هنا ونموت. أين إحنا؟ أحد داري منكم؟ إحنا باليمن ولا قد خرجنا؟ الله بارك لك يا كاجو، الله فتح عليك الرجمتنا. يا خبر واحد يقول لنا أين أمريكا؟ يعني قريب بعيد أصهوري مراعين، أين أمريكا من هنا؟ ما في إلم، يألم فيها نحن. ما في، قل لهم فيها نحن، كلموا عشان يعرفوا. أنا شو أقول لكم فيها نحن؟ أنا قبل ما أسافر قلت شاحد أمي، شبس رأس أسلم عليها قبل ما أسافر. قلت لغيتي بكل عند أمي كل يوم عافش يسلم عليكي. أمي كان زعلانة مني لأنه نصب علينا عني سمونيس وبعتوا الذهب هكا وهك خيتي، لكن أمي ما رضاش تقابلنا. قالت لخيتي خلي يبوك، خلي يبوك، يبوك خلف الشمس بخمس. يعني الحلا خلف الشمس بخمس. طمنك أنا، الله يطمنك دنيا وآخرة. كمال، الناس يائسين ومحبطين، محتاجين حد يعطيهم الأمل، خاصة بعد اليوم الشاق هذا والصعب اللي عشناه. وما اعتقدش انه في حد قادر يعطيهم الأمل غيرك. هيا قم، هيا قم قل لهم كذا كلمتين، طمنهم وارفع لهم المعنويات. اطمنهم؟ شنو اقول لهم؟ ايش انا اقول لهم؟ خلاص خلصت المشاكل والان بتجي طياره الان وتاخذنا كلنا، ولا ايش رايك؟ اقول لهم ان احنا كنا بنشوف فيلم وخلاص الان خلص الفيلم، كل واحد يقدر يروح بيته. إن أنتي مش شايفة اللي حصل؟ حمدي قتل، قتل أغلى وأعز صديق بالنسبة لي. ضحى بروحه عشاننا، هذا غير روبل وسامي، يعني بعد كل هذا اللي حصل ايش اطمنهم؟ ايش اقول لهم؟ شايفه يعني ايش الشيء اللي بيبعث لهم الامل؟ حمدي وسامي وروبل ماتوا ابطال وعمرنا ما بننساهم. وانت يا كمال، انت قاتلت بشجاعه وكلهم يشوفوا فيك المنقذ. هذا كان واجبي، قاتلت لانه واجبي، مش انا وحدي بس قاتلت، الكل قاتل، حمدي قاتل وسامي قاتل، كلهم قاتلوا. لأن حياتنا أصلاً كانت في خطر.
حكاية المنقذ هذه تعبتني كثير في حياتي، خلتني أخسر ناس كثير، وآخرهم حمدي. أكثر من مرة قال لي يا كمال خلاص بطل مشاكل وسلم راسك، مشاكل أنا ما أحبهاش، بس كأن المشاكل بتحبني وبتلاحق بعد. لكن الآن اكتشفت أن المشاكل كل ما أدخل فيها تجلب لي النحس وتنحس كل الناس اللي حولي. لا يا كمال لا تقولش كذا، كل شيء بيد الله. شهدي ايش فيك ضارب احد؟ ديت له القلق. شو تعرف ايش في بين؟ ايش؟ ليش الحين المعذبين يا معين؟ ليش الحين المعذبين من دون العالم ده كله؟ ليش مش من حقنا نفرح؟ نصحى الصبح على وجه زوجة جميلة رضية، يكون معنا بيت صغير نسكن فيه أنا وأسرتي، ما طلبناش عمارة ولا طلبنا فلل، أحلم بوظيفة آكل منه لقمة عيش أنا وأهلي. ما فيش بلا فايدة، نهرب من موت لا موت، نهرب من سجن لا سجن، من عذاب لا أخص ولا أعلى منه. يا أخواني لا تقنطوا من رحمة الله، سنتحدث الآن من القلب إلى القلب وبصدق. ألم نرى الموت بأعيننا؟ ألم ينجينا الله سبحانه وتعالى من القراصنة؟ احمد الله إننا عايشين، هذه نعمة من الله ومنا. يجب أن نفكر الآن كيف نعيش هنا، كيف نخرج من هذا المكان، ما هي الأعمال التي يجب أن نقوم بها؟ صحيح عندنا نحن حانينا وشفنا أحداث عمرنا بحياتنا ما شفناها ولا خطرت على بالنا، وراحوا مننا أعزاء ضحوا بحياتهم من أجلنا، حمدي وروبل وسامي، ادعوا معين الله سبحانه وتعالى يتقبلهم عنده شهداء، وما بنساهم أبدا، ما بنساهم لأنهم ضحوا مشاننا ونحن عايشين الآن بفضلهم. يجب أن نكون عند مستوى المسؤولية هذه وعند مستوى التضحية هذه اللي ضحوا من شأننا ومن شأن حياتنا. لا تقنطوا من رحمة الله، واعرفوا أنه بيجي الفرق وبيروح واحد منكم إلى البلاد اللي كان يتمناها، وبعضكم بيعود إلى بلاده وإلى أهله بخير وسلام. بس ادعوا، خلوا إيمانكم قوي بالله، إن بعد العسر يسر. ما فيش فائده ولا في تغطيه، انا بدوك اقلق واخاف يا نوال. تخاف علي؟ اكيد خايف، انا خايف يتحلبط السفر لامريكا وانا دافع 60,000 دولار نص ديون للناس. ايوه، واصلا انت ما بتخافش علي، وانت اناني وما بتفكرش الا في نفسك. ما فكرتش ان احنا داخل جزيره مقطوعين وليل، والله اعلم هل بنعيش او بنموت. تموتي؟ الله لا قال، الله لا قال يا نوال، يموتوا كلهم إلا أنت يا قلبي. يعني تخاف علي؟ أكيد،
أنت غالية، غالية جدا، غالية على قلبي. لا يسرحش يصير عند البياس. واشتغل لك حاجة، طالما أنا قبيك لا تخافيش إطلاقا، واللي يرشك ما أنا رشه بدم. مستحيل أرقد قبل ما أمن المنطقة كلها علشانك، مستحيل تغمض لي عين قبل ما يغمضن عيونك الثنتين. أنت بس اسرحي استريحي، وأنا شبصر أبو موسى الشيخ الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أخذ من وقتك 1 minute؟ تفضل. ويلكم بليز. ويلكم بليز، يعني تفهم إنجليزي؟ أكيد. تفضل. ما شاء الله. ها خير؟ إخواننا، لابد أن نمشط الجزيرة حتى يهدأ بالنا ونرتاح. ها، من سيذهب معنا؟ لو سمحت. تفضلي. أنا جيت هنا قبل نص ساعة وتغديت بالطاولة الذي هناك ونسيت تلفوني ورجعت أدوره وما لقيتش. طيب يا أستاذ، إحنا عاملين لوحات، أي شخص يفقد أغراضه داخل المطعم فالمطعم غير مسؤول على ذلك. أرجوك أرجوك بين صوري الخاصة. طيب أنا أشوف لك حل، إذا مثلا حصلوا أحد الموظفين طرحوا بالإدارة العامة أو بنشوف لك المدير العام بإذن الله. عفوا يا أستاذة، أنا لقيت التلفون هذا في الطاولة. أيوة هذا حقي. تبي عليه ومرة ثانية رمزي التلفون. تمام. شكرا لك شكرا لك، الله يحفظك. ألو، من معي؟ أنا دخلت المطعم وبالصدفة لقيت تلفونك، ولما فتحته وشفت صورك الحلوات الصراحة ما عرفت أمسك نفسي ونسخت كل الصور اللي فيه، والآن جالس أتصفح. كنت أحسبك ابن الناس لكن طلعت حقير واطي. كل اللي أطلبه منك يوصل لعندي، وإلا صورك بتتوزع بالجولة وعلى 20 يا رعوي. أرجوك أرجوك الله يحفظك، أنا بنت ناس، أرحمني، أعتبرني مثل أختك، أرجوك لا تفعل بي هكذا. ما رأيك هكذا؟ بكيتي ولا ايش؟ ها؟ لا، بس كنت اشتي منك خدمة. طيب. في وحدة صاحبتي نسيت تلفونها في المطعم والرجال نسخ صورها والآن بيهددها بصورها، ايش بتفعله؟ نسيت تلفونها، الحركة هذه قديمة،
بعدين صاحبتك هذه تستاهل، ليش ترسل لها صور من البداية؟ بس هي ما رسلت لوش، هي انسرق تلفونها وهي مؤدبة وبنت ناس. قلنا ليش قد الدنيا غاغا وقلت حياء، البنات بيرسلن صورهم بأنفسهن باسم الحب. أمانة هذه صاحبتك لا أختي لا أذبحها، وانتي بطلي مسايرتها تمام، هذا عار مش لعبة. صباح العشق والحب والجمال سامج. مالش اكذا مع انه لبست الاحمر خصيص، ليش بعد ما عرفت ان انت تحب الاحمر؟ هات تلفونك احذف صوري. وماله، انا يعجبني البنت الشرسه. لحظه، مش اتفقنا يكون مقابل الصور فلوس؟ تعرف المثل اللي يقول الحب من أول نظرة؟ أنا الحب من أول صورة. فرمت الجوال شطورة. بس كان عندي استفسار، أنت لابسة الأحمر ولا البنفسجي؟ حقير. إيش تشتي مني؟ قد جبت لك الفلوس فرمت جوالك وانحذفت صوري. شوفي يا قمر، عجبتني الحركة حق فرمت التلفون، بس شكلك نسيت انه في حاجة اسمها نسخ ولصق. يا حقير، انا منتظرك بكرة على الساعة 4 العصر، العنوان برسله لك برسالة، حاولي بس كذا ما تجيش وشوفي ايش اللي بيحصل لك. اقول لك وين الفلوس يا سارق؟ والله ما سرقت يا شيخ. اقسم بالله لو ما تكلم لا اخرجك من بيتي. شك فيني. ايوه اشك فيك. يا رضا معك زيارة. رضا كيف انت يا قلبي؟ كيف انت يا قلبي؟ كيف حالك يا روحي؟ انت كويسة؟ فين ابي وامي واخي؟ ليش ما جاش معيش؟ ها؟ رحت البيت انا ولا لا؟ طيب فينهم؟ رحت لبيتكم يا قلبي. ها رحت لعندهم. ايش قالوا ليش؟ يا حبيبتي رحت دقيت الباب، جلست ادق لهم اكثر من ساعه، ما حدش رضى يجاوب علي. بعدين جاوبوني من ورا الباب. تكلمي، ايش قالوا؟ مالك ساكتة؟ قالوا ما فيش معانا بنت اسمها رضا. ايش؟ ابي امي
مع بشمنت مع انس مع رضا بدل ما يوقفوا جنبي بيقولوا يا بنت انت رفعتي راسنا حافظتي على شرفنا وعرضنا بيقولوا هكذا أبداً لو تخلى عن شر العالم كله أنا ما بسيبش اللي صدمني أمالي أهلي كيف صدقوا أني نديت له صوري من نفسي طيب حتى إذا شكوا فيني يجي يسألوني أنا من الناس أبي الله كنت أشوف حياتي كلها ظهري سندي يتخلى عني أمي اللي ربتني على العفة والشرف الطيبة حنونة ايش اللي خلى قلبها يتسع وهي عارفة ان انا مش ممكن اتصوري لحد طيب واخي أخي لي تربيت أنا أبو يعرفني أكثر من نفسي واللي توقع أنه أول واحد يجي ويوقف جنبي أنا معش يا رب أنا معش يا حبيبتي والله أنا معش ما عاد خليتش ابدا يا قلبي ولا عاد اخليش وحدش يا قلبي شديليش احسن محامي انتي داريه الحقير ما ماتش عادوا في العنايه المركزه وش اقوم مش احسن محامي وان شاء الله عاد خرجي ان شاء الله معش انا مش رضا عمري ما عاد خليتش يا قلبي كل شيء تكنولوجي مراقبة عبر الأقمار الصناعية وخريف ساح يعني طلعوا حتى المملكة مع شعر وإحنا جالسين ندور بالمشاعل والكشافات ساعة اللي معه جاهل ضايع ليش أنت قد سافرت أمريكا؟ مالك يا خال أوباما صهيري واقد أنا داري هلالي كورنتون لعمتك صح؟ يا صهير الرئيس الأمريكي انتبه حيث تضع قدميك قد نصادف شنظيراً شنظير أبو موسى نفدالك معك الاخ المحترم حمار والثاني قحش وانا وسطه مش توقع شنظير هذا الرب العربي وماذا اتحدث انا الان عربي نعم يعني قصدي ابو موسى هذا الرب الهجه حقنا هات شول جيب شنظير اي رجل سيء خبيث قد يؤذينا بالله وليس هذا مش ذو بس قد تصادف عقرب اسود ارقط من هذا اللي كله سم مش ضروري الأسود واللون هذا كله أرفع باب
انا بدون مويه. هنا الثعابين ملأى. يا الله. وربما يكون القراصنة زرعوا لغما وينفجر فيك ولا عاد بنحصل منك حتى ساعة كذا. أفدي قلبك، ما أنا أبو مسلم متخرجنا وندارنا المصائب هذه كلها اللي بداخل الجزيرة. وليس هذا فقط. مو عباقي يا خصمك يا. الجزيرة هذه تبدو أنها مهجورة، صح؟ يس. إذن فهي ملأى بالجن. خلقت الباقي يا مخارج الأخقاف لا والدف. أبو موسى أنا بدالك أسير أوروبا مش أسير الآخرة. يا شيخ أنا بدالك لا تكلمش عليهم يخرجوا بعدها. لا 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 هذولا أخواننا. يا الله الله ما من أخوتك ما أنا حرام ما حد يقرب لي. انتوا بس خليهم يلبسوكم والباقي علي انا بخرجهم. لا قال يبسونا كيف شي يخلصونا بعد ما احنا جواكت. ابو موسى خليني البس الدبله عاد العقد حقي ما ختموش بالسفر عاد عريس جديد كما لبسونا وختموا. ايش في هناك حركه؟ واو مش وقتك خلينا نتخرج. ايش في يا شيخ؟ يو يا شيخ انا كلمته لا تكلمش عليهم بل طلب الجن ركضوا. لا 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 هذول ليش جن؟ سنتأكد. اسمع تقدم أنت أولا. أيوة خروف العيد وحروبه. لا لا لأن معك النار وإذا كانوا جن سيخافون من النار يا غبي. هيا تقدم. أيوة وإحنا النسية. تقدم شيخ وإحنا أنت من هذا الكهف وأنت انتشروا وأنت من هذا الكهف. هيا انتشر. نعم شو بس رح لهم أنا بالنار نعمل لهم قرص شاهي. أنت من الأقرب. أنا بضمك يا أبو موسى يا أخي كملت أنا فجأة. أقرب خرج هرب شوف. أيوه ليش تبصرهم لأنت وإحنا ما نبصرهم. وطي سنحاصرهم من جميع الاتجاهات. هل تعرف الشرقين؟ لا أنت حاصر وأنا بالحق. يلا هيا أين الجن؟ أنت في الكلام أخرى. هذا إنس. هذا إنس. هذا إنسان. أنا متأكد. ليش يعني إيش اسمه؟ لأن هناك ضوء. أبو موسى. إيه؟ أبو موسى. أنت لك حرر الجني. يا أخي هذا مش جني. هذا بني آدم. اهدأ أنت. أوه. يلا. ها؟ أنا حصل من جبال الاتجاهات ها؟ بس بشجاعة. ماركلكش